بلغت نسبة العنوسة في ليبيا حتى العام 2009 حوالي 17%، فيما بلغ عدد الشباب العزاب فوق سن 25 عاما حوالي 460 ألف شاب بحسب الإحصائية التي أفادنا بها صندوق دعم الزواج. واقع رأى البعض أن صندوق دعم الزواج قد يسهم في تغييره، وكان من المقرر أن يشرع بداية الشهر الحالي في استقبال الطلبات، لكن هذا لم يحدث. هذه الخطة تم إحالتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في نهاية في العشر الأواخر من شهر 12 من السنة الماضية، وإلى هذا التاريخ لم يتم الرد علينا سواء بالقبول أو بالرفض أو أين ذهبت هذه الخطة بالتحديد. الصندوق يقول إن خطته تقضي بإعطاء كل شاب مبلغ يتراوح من 20 إلى 30 ألف دينار بميزانية تقدر ب600 مليون دينار للعام الحالي. صندوق دعم الزواج يؤكد أنه حول الخطة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ أكثر من 20 يوما ولم يتلقى الرد إلى الآن. وطبعا تحصلت على امر شفوي من السيده معالي الوزيره بعدم فتح الموقع وعدم قبول الملفات الى حين استكمال او اعتماد الخطه، فهذا الاكثر سبب او من الاسباب اللي احنا خلتنا اصلا ما نبدوش في هذا الاجراء، ودايرين ستوب للموقع انه ما يستقبلش حاليا التسجيل ويمر بمشاكل لسبب ان ما نعرفش يعني هل هو مهمش من قبل المسؤولين او يعني ما فيش حد نظر له بنظرة ان هو فعلا ان هذا كيان حيخدم الشباب. الصعوبات التي تواجه صندوق دعم الزواج قد تصب في إطار التعقيد الإداري الروتيني، أو ربما تكون مؤشرا لاحتمالية تعثر المشروع بين أيدي المسؤولين وأدراج مكاتبهم. سوزان الغيطاني لقناة العاصمة.